كيف ما العاده في الانتقالات ديال اللاعبين كنحاولوا كنعطيو لي ديتاي ديال الانتقالات باش انفتاح المحيط الخارجي ويعرفوا الامور الصفقات باش كتكون انتقال ديال حداديه واحد داغت بمليون و400 الف دولار. هذه ممكن نتكلموا على ليماج دو مارك ديال الكلوب ديالنا ولا قادر يسوق لاعبين على المستوى الافريقي والعالمي بمبالغ يعني كتكون قياسيه. اختارينا المشروع الريادي ديال اللاعب باش يكون انتقال ديالو مع احتفاظ بحق الفريق بنسبه 20% في حاله انتقال ديالو. كيف ما كتشوفوا الاستثمار يعني نتكلموا على الشركات والاستثمار ويعني باش تكون تحل الامور ديالك الماليه وما يكونش عندك واحد المشاكل ما يمكنش تكون لما درتيش انتقالات بهذا المستوى. ومن جهه اخرى احنا ما ناسينش حطينا العيون ديالنا بمعيه ديال الطاقم التقني باش يكونوا قطع غيار اللي غتحاول تعوض اللاعب حداد. كيف ما شفتوا السنه هذه كان جلب ديال اللاعب اليوسفي حارس المرمى سي زكريا قرناص مهدي قرناص في الاسبوع المقبل غيكون دخول مهاجم او مهاجمين من بعض البلدان الافريقيه اللي ان شاء الله يسدوا هذه الخصائص اللي كاين. كيف ما راحت عوده اللاعب الكرو يعني لحد في هذه الساعه كاين ذهاب ديال اللاعب حداد وكنحاولوا نجربوا ديال 5 ولا 6 لاعبين. السنه المقبله كنبغيوها تكون سنه ديال التنافس ديال الالقاب. بزاف الجمهور كيطالب بالالقاب واللاعب الالقاب كل واحد خصو يدير اللي عليه باش نجيبوا الالقاب. حنا نديروا اللي علينا بالتسيير الاداري والمالي والطاقم التقني مشكوره كيقوم بالعمل التقني ديالو. الجمهور ديالنا نداء ليه يعني باش توصل الفرقه وتهضر على الالقاب خاص الجمهور يكون الدعم ديالنا. نتمناو بعد السنه هذه تكون السنه ديال التصالح. الجماهير محتاجينها كاملين باش يكونوا معنا وان شاء الله نوعدهم بالخير ننافسوا لاخر رمق. يعني انا فرحان ما في الكفايه باش نلتحق بالنادي اللي هو كبير نادي الزمالك. يعني النادي اللي هو كبير يعني ماشي النادي اللي هو صغير يعني يلعب يتمنى يلعب فيه. نتمنى نكون في حسن الظن الجمهور ديالهم والناس اللي داروا فيها الثقه ونحقوا الالقاب ان شاء الله من هنا لقدام ونكون هداف ان شاء الله ديال الدوري المصري ان شاء الله. من فتره بحوالي 5 اشهر لان احنا في ضوء تغيير شكل الفريق نادي الزمالك عشان يستمروا بطولاته وداخلين على اكثر من بطوله سواء الدوري المحلي او كاس مصر او بطوله العربية او ان شاء الله البطولة الافريقية والسوبر المصري. محتاجين لعيبة محترمة، محتاجين لعيبة تسد الفراغات في نادي الزمالك، لعيبة تكون بقدر وقيمة نادي الزمالك. لما ابتدينا فكرنا في نادي محترم نادي الدفاع الجديدي جزء من شكل وهيئة الكرة المغربية اللي ابتداها أزاره في الدوري المصري وبعد كده إن شاء الله حميد يبقى التكملة بتاعتها. لا بنراهن عليه إنه إن شاء الله هيبقى إضافة للدوري المصري ونادي الزمالك إن شاء الله.